فنان عراقي يستفز مكون مهم من المجتمع ويثير عاصفة من الجدل والانتقاد والبلبلة عبر منصات السوشيال ميديا. فمن هو هذا المطرب وما حكايته؟ في الساعات القليلة الماضية تصدر اسم الفنان العراقي صلاح البحر حديث العراقيين والمدونين بسبب أغنيته الأخيرة التي تضمن شطرا منها كلمات اعتبر ما جاء فيها إلصاق واضح لتهمة السحر والشعوذة بأبناء الصابئة المندائيين بعبارة مسويت لك سحر يا مصبي. لنستمع لشطر الأغنية التي خلفت أزمة كبيرة وللقصة بقية. غضب واسع اجتاح منصات التواصل ليس من المكون وحده بل من العراقيين أجمع. فالرافضون لأغنية الفنان صلاح البحر استنكروا الشطر المسيء فيها، وهناك من استنكر ما جاء في الأغنية جملة وتفصيلا، هددوا بمقاضاة شاعر الأغنية والفنان. هذا ما دفع الأخير إلى تقديم الاعتذار عما صدر منه عبر مقطع قصير وجهه إلى أبناء الصابئة المندائيين. إلى أخواني وأصدقائي الصابئة المندائية أقدم اعتذاري في موضوع النص الغنائي، ولكم كل الحب والاحترام من أخوكم الفنان صلاح البحر، تحياتي لكم. احتراماً لهذا المكون المهم ولرد فعل الشارع العراقي ولاحتواء غضب من تابع هذه الأغنية، قرر الفنان حذف الأغنية من على جميع منصات التواصل، وأكد أنه لم يقصد إهانة الصابئة ولا التجاوز عليهم. وبرغم اعتذاره إلا أن هناك تهديدات بمقاضاته وعدم التساهل والتسامح مع أي فنان آخر يسيء بكلمات أغنيته لمكونات المجتمع العراقي. الآن دعونا نقرأ لكم ردود الأفعال التي جاءت على خلفية ما حصل من تداعيات على إثر هذه الأغنية التي انتشرت للفنان صلاح البحر. هناك سيل كبير من التعليقات وردود الأفعال. نبدأ مع سليم، يقول سليم في تعليقه، سليم بحر يقول: صلاح البحر فنان كبير والله وأغانيه حلوة، والاعتذار من صفات الشجعان، ماكو إنسان ما يخطأ، فالعفو عند المقدرة ولا تكبروها. هناك أيضا مداخلة وتعليق هذه المرة من نسيم الصبي، يقول: المسؤولية الأكبر تقع على عاتق من خط هذه الحروف، وكذلك الفنان اعتذاره غير مقبول، كان يفكر بهذا الشيء قبل ما يغني هالكلمات المسيئة، وما نسكت إلا بمقاضاته حتى يصير عبرة لغيره. هناك أيضا تعليق من هند الشمري تقول: صدق كذب يا معودين، ليش هذا المطرب جايب شيء من عنده؟ ترى السحر معروف عندهم من زمان، دوروا وشوفوا. وليش تدورون؟ اسألوا نسوانكم أم عباس، وأهم أساتذة فيه هم الصابئة، وأكيد مو الكل. أيضا مداخلة من حسين العبدالله يقول: شو وقت وشلون سمعوها للأغنية؟ أكيد واحد حارقة للمطرب. أيضا هناك مداخلة وتعليق، هذا التعليق سيظهر الآن على الشاشة، من أبي مجيد يقول: أغنية غير لائقة للأسف، كثير من الفنانين وغيرهم حتى من عامة الشعب يسيئون للآخرين شركائهم بالوطن، فقط هدفهم الطشة واللايكات، وهاي نتيجتها، فاللي سويته غير مقبول وما ينسكت عنه.